تلاميذ سنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل التالي في مادة الرياضيات، سنقوم بحله معا. التمرين الأول: أحسب العمليات التالية عموديا. لدينا العملية 7852 زائد 2453، نكتبها عمودية. 7852 زائد 2453. تساوي 2 زائد 3 الوحدات زائد الوحدات. 2 زائد 3 تساوي 5. 5 زائد 5 تساوي 10، نكتب الصفر واحتفظ بالعشرة. 8 زائد 4، 8 9 10 11 12، أضيف الواحد 13، أكتب 3 واحتفظ بالعشرة. 7 زائد 2 7 8 9 والواحد 10، نكتب 10. النتيجة هي 10305. ننتقل إلى العملية الثانية: 6058 ناقص 2453. مطرح 0 ناقص 3، لا أستطيع لأن 0 أصغر من 3. أستعير 10 أو أستلف 10 ثم أعيدها، يعني أطرحها، تصبح هنا 4. 10 ناقص 3، كانت 0 أصبحت 10. 10 ناقص 3 تساوي 7. من 3 ونصعد 3 4 5 6 7 8 9 10 تساوي 7. لدينا 4 ناقص 5، لا أستطيع، نفس الشيء، أستعير 1 وأطرحه من هنا تصبح 7. 14 ناقص 5، 5 وأصعد 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 ناقص 5 تساوي 9. 7 ناقص 4 تساوي 3. 6 ناقص 2 تساوي 4. وهكذا تحصلنا على النتيجة 4397. العملية الثالثة: عملية الضرب. 23 ضرب 4. نضرب 4 في 3. 4 ضرب 3 12، نكتب 2 واحتفظ بالعشرة. ثم 4 نضربها في 2. 4 ضرب 2 8 والواحد 9. 4 نضربها في 3 ثم في 2، نفس الشيء هنا. 769 ضرب 8. ضرب 9 تساوي، جيد، 72، نكتب 2 ونحتفظ ب7 عشرات. 8 في 6 أحسنتم 48، نضيف 7. 48 49 50 51 52 53 54 55، نكتب 5 ونحتفظ ب5 عشرات. 8 ضرب 7، ضربنا 8 في 9، ضربناها في 6 ثم نضربها في 7. 8 ضرب 7 جيد 56، نضيف 5. 56 57 58 59 60 61. والنتيجة هي 6152. نواصل مع التمرين الثاني. أحول إلى الوحدة المطلوبة. لدينا 8 كيلوغرام ولدينا الغرام. لدينا القاعدة 1 كيلوغرام تساوي 1000 غرام. 1 كيلوغرام تساوي 1000 غرام، نكتب 1 ونضيف 1 2 نضيف 3 أصفار. 8 كيلوغرام نكتب 8 ونضيف 3 أصفار 1 2 3. 8 كيلوغرام تساوي 8000 غرام. نواصل 50 كيلوغرام، كم تساوي من الغرام؟ نكتب 50 ونضيف 3 أصفار 1 2 3. 50 كيلوغرام تساوي 50000 غرام. نواصل احنا لدينا العكس، لدينا من الغرام إلى الكيلوغرام، نفس الشيء 1000 غرام تساوي 1 كيلوغرام، 7000 غرام تساوي 7000 تساوي 7 كيلوغرام، لأن 1000 غرام تساوي 1 كيلوغرام. لدينا 4 كيلوغرام و500 غرام، كم تساوي من الغرام؟ هنا غرام تبقى كما هي، هنا تصبح 4500 غرام، 4500 غرام. ننتقل إلى التمرين الثالث. أكمل الجدول التالي. لدينا العدد 4 14 57 و500. المطلوب ضعفه، ضعف العدد معناه العدد ضرب 2، ضعف 4 نكتب 4 ضرب 2، 2 ضرب 4 تساوي 8، ضعف 4 هو 8. نواصل 14 ضعفه معناها مضروب في 2، نكتب 14 مضروبة في 2، 2 في 4 أحسنتم 8، ثم 2 في 1 تساوي 2، نتيجة 28. نواصل العدد 57، 57 ضعفه نضربه في 2، 2 ضرب 7 جيد 14، نكتب 4 ونحتفظ بالعشرة، 2 ضرب 15 والواحد 11، نتيجة 114. ضعف 500 نقدر أن نكتبها مباشرة 1000، ولكن نجري عملية الضرب، 500 مضروبة في 2، 2 ضرب 0 تساوي 0، 2 ضرب 0 تساوي 0، 2 ضرب 5 تساوي أحسنتم 10. ضعف 500 هي 1000، ممكن نكتبها مباشرة، ضعف 500 هي 1000. نراجع، ضعف 4 هو 8، ضعف 14 هي 28، ضعف 57 114، وضعف 500 هي 1000. التمرين الرابع. لاحظ وأكمل المستقيم A والمستقيم B، المستقيم A والمستقيم C، المستقيم A والمستقيم B. لدينا المستقيم A والمستقيم B، كيف هما مستقيمان؟ مستقيمان جيد متوازيان، متوازيان. لاحظ أنهما متوازيان، لا يلتقيان أو لا يتقاطعان. المستقيم A والمستقيم C، المستقيم A والمستقيم C، مستقيمان متعامدان، أحسنتم متعامدان. يشكل المستقيم A والمستقيم C، لدينا المستقيم A والمستقيم C، ماذا يشكلان؟ يشكلان زاوية، زاوية. مستقيم C، مستقيم A والمستقيم C يشكلان زاوية، ها هي الزاوية، تسمى زاوية قائمة. عينها على الشكل، ها هي الزاوية عيناها، يمكن أن نلونها، زاوية قائمة. مستقيم A مستقيم C يشكل زاوية قائمة. الوضعية الإدماجية. اشترت خديجة 5 علب، علب أقلام ملونة، كل علبة تحتوي على 6 أقلام، ما هو عدد الأقلام في جميع العلب؟ يبلغ ثمن العلبة الواحدة 40 دينار، ما هو ثمن جميع العلب؟ نعيد قراءة الوضعية. اشترت خديجة 5 علب، علبة الأولى، علبة الثانية، علبة الثالثة، علبة الرابعة، وعلبة الخامسة، علبة أقلام ملونة، كل علبة تحتوي على 6 أقلام، معناه هنا يوجد 6 أقلام، هنا 6 أقلام، كل علبة تحتوي على 6 أقلام، 6 1 2 3 4 5 6، لدينا 6 علب أو 5 علب، كل علبة تحتوي على 6 أقلام، ما هو عدد الأقلام في جميع العلب؟ معناه كل الأقلام، لدينا 6 مرات أو 6 مرات 5 أو 5 مرات 6. لما نقول 5 مرات 6 معنى عملية الضرب، عدد الأقلام لدينا 6 ضرب 5 أو 5 ضرب 6 نفس الشيء، 5 ضرب 6 تساوي 30. عدد الأقلام هو 30 قلما. يمكن أن نحسب 1 2 3 4 5 6 ونواصل نجد 30. يبلغ ثمن العلبة الواحدة 40 دينار. ما هو ثمن جميع العلب؟ العلبة الواحدة هذه تبلغ ثمنها 40 دينار، وهذه كذلك 40 دينار، وهذه 40 دينار، 40 دينار، 40 دينار. نلاحظ 5 مرات 40 دينار، لدينا 5 علب، وبالتالي عملية الضرب. ما هو ثمن جميع العلب؟ نضع 40 دينار، كم لدينا من علبة؟ جميع العلب، لدينا 5 علب، نضرب في 5 وتساوي 5 ضرب 0 تساوي 0، 5 ضرب 4 تساوي 20. ثمن جميع العلب